اجتماعيا وفي مسعى لتقريب خدمات طبية من ساكنة جامعة البيرات القروية بإقليم أساساكا، بدأت جمعية الإخلاص والتواصل العمل الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التحدي لمحاربة الفقر والهشاشة، بادروا إلى تسيير قافلة طبية قدمت علاجات مجانية لساكنة القرية. المبادرة جرت بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة. حافظ محضار ومحمود أطويف. إلى هذا المستوصف الصحي القروي بجماعة البيرات القروية حج عديد المواطنين للاستفادة من خدمات هذه القافلة التضامنية، مبادرة قربت علاجات مجانية من ساكنة القرية. الأطر الطبية المشاركة في هذه الحملة الاجتماعية تنقلت إلى بعض دور السكنية للتعامل مع بعض الحالات المرضية. جندنا لها واحد المجموعة ديال الأطر الصحية، بينهم أطباء عامون، طبيب جراح، طبيبة اختصاصية بأمراض الأطفال، وعدد من المولدات والمختصات في التنظيم الصحي وتنظيم النسل. وقفنا على الوضعيه الراهنه ديال الصحه، الوضعيه الراهنه الصحيه ديال ساكنه هذه الجامعه القرويه، وكان لاحظنا بانه خاصنا نزيدوا نكتفوا الجهود ديالنا في هذا الاطار. هذا القافله عباءات مساعدات انسانيه عينيه وزعت خلال حفل على فئات اجتماعيه تشكو العوز والفقر بهذا الوسط القروي الصعب. هالجمعيات اللي جاوا اليوم شاكرينهم جزيل الشكر، والله يقدر مقدارهم اللي عطاو هذا الشيء لهذو الناس المحتاجين. والله يعمل مولانا الى طاح عمايمهم، والصحاق اللي علموا بينا يعلم بهم الله، وكبر مقدارهم عند الله. التفاتة إنسانية استحسنتها ساكنة القرية التي تتطلع إلى مزيد من العمليات التضامنية من مثل هذا القبيل،